بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفي الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين في هذه الانطلاقات. مباشرة شوطنا الجعدان، شوطنا السادس، سينطلق على حضراتكم مع متعب ناصر بن حمد براكان الوهيبي، من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني مشهور محمد بن علي الوهيبي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث القدوم والتقدم في هذه الانطلاقة الجميلة. وانطلاقاتنا مع أيضا هبلو ناصر بن حمد الوهيبي على المركز الثالث والمركز الرابع. التقدم ايضا من قبل هناك شعار سالم بن شطيط المالكي مع اشقر على المركز الرابع. خامس المراكز ايضا الترنت احمد بن حمود الحارثي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الاولى المنطلقة. اعود الى متعب نحو المركز الاول، نحو صدارة هذا الشوط. متعب صاحب الانجازات الجميلة وأيضا سجل مليء بالإنجازات، وبقيادة ناصر بن حمد بن راكان الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر المتدخل هناك مشهور غادم مشهور محمد بن علي الوهيبي مع المركز الثاني. أما في المركز الثالث مجد أحمد بن هلال بن سعيد المالكي على المركز الرابع. رابع المراكز من الجانب الآخر، تدخل الكل من الأسماء الجديدة والقادمة في هذه اللحظات. كفو علي بن سالم المالكي، لكن متعب نحو المركز الأول، نحو صدارة هذا الشوط. من ينطلق نحو الصدارة، نحو قيادة هذا الشوط، منطلقا نحو الناموس والانتصار الجميل والانتصار المثير، نحو المركز الأول، نحو القيادة والتحدي الرائع الرائع الرائع. هذا هو متعب نحو المركز الأول، نحو التحدي الجميل والعرض الأجمل. تهانينا والناموس لناصر بن حمد بن راكان الوهيبي على انتزاع متعب لهذا الشوط، محقق الناموس والانتصار والتحدي الجميل. متعب 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 والإنجاز الثالث في رصيده. هنا تهانينا والناموس لمالك متعب وسالم بن حمد بن راكان الوهيبي على المتابعة. المركز الثاني كان هناك أيضا مجد أحمد بن لال المالكي. المركز الثالث كفو علي بن سالم المالكي. دقيقتين 49 50 جزء من الثاني. تانينا والناموس.